بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمة بيان لما يجب نحو النساء من المعاملة الحسنة، وهذا فيه رفع للظلم عن النساء الذي كان مضروبا عليهن في الجاهلية. وهذا هو رفع الظلم الحقيقي عن النساء، لا ما ينادي به العلمانيون والليبراليون اليوم من أن ظلم النساء يكون في أحكام الشريعة قبحهم الله
حكمها أحكام الشريعة في حق النساء وغيرهن عدل من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله جل وعلا وتحرير للإنسانية من الذلة والامتهان والعبودية لغير الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل خطاب من الله لعباده المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون ما نهى الله عنه وأما الكافر والمنافق فلا يوصي بأوامر الله ونواهيه والوعيد أمامه والجزاء أمامه ليس بمهمل فالله جل وعلا خاطب المؤمنين في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل يعني أنه حرام أن ترثوا النساء كرها كرها للفتح هذا يكون من فعل الخير من فعل الغير الكره يكون من الغير على الإنسان يكرهه وأما الكره فيكون في النفس كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني أن فيه مشقة على النفوس والنفوس تكره المشقة الكره هو ما يفعله الغير بالإنسان وأما الكره فهو ما يكون بالإنسان من الكراهية لبعض الأمور فقوله لا يحل لكم يحرم أن ترثوا النساء كرها وتفسير ذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة فإن أقاربه يكونون أولى بامرأته أقرب الناس إليه يكون أولى بامرأته إن شاء تزوجها ولو لم ترضى وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها هذا من الظلم على المرأة المتوفى عنها فهم يرثونها عن ميتهم كما يرثون أمواله وحقوقه هذا من أمور الجاهلية التي رفعها الله عن المرأة المتوفى عنها لا سلطان عليها لا سلطان عليها لغير وليها وقريبها أما أقارب الزوج المتوفى فليس لهم عليها أي استحقاق لأنها انفصلت بالموت من زوجها فرقة بالموت لا يبقى بعدها حق على المرأة لأحد من أقارب الميت فهذا أمر ألغاه الله وحرمه ورفعه عن المرأة وهو ظلم رفعه الله عن المرأة أن ترثوا النساء ترى
ثم قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذا أمر آخر رفعه الله أيضا عن المرأة مما كان يحصل من الأولياء، ظلم يحصل على المرأة من أوليائها، من أبيها، من ابنها، من أخيها، من ولا تعضلوهن. فالعضل هو منع المرأة من الزواج من كفء رضيت به، هذا هو العضل، منع المرأة من الزواج من رجل كفء رضيت به. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وفي رواية ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا تقدم للمرأة الأيم أو غير المزوجة تقدم لها كفء ورضيت به فإنه لا يجوز منع تزويجها منه. باب الأولياء يمنعها لا لأجل منفعتها هي، وإنما يمنعها لمصلحته هو، يريد أن تبقى لتخدمه مثلا، يريد أن تبقى ليأكل راتبها إذا كانت موظفة ليستثمرها، هذا بحق الولي، وكذلك بحق الزوج الذي لا يريد البقاء معها يكرهها لا يطلقها لأجل أن تفتدي منه، لأجل أن تفتدي منه تتخلص منه بمال، فهو يمسكها لا رغبة فيها، وإنما يمسكها من أجل أن تتضايق ثم تدفع مالا له أو يدفعه وليها من أجل أن يفارقها، فهو يعضلها يعني يؤخر طلاقها حتى يقدم له مبلغ من المال. ولهذا قال لتذهبوا ببعض ما آتيتمون، فهو يمسكها لا رغبة فيها، وإنما يمسكها حتى تتضايق فيدفع له مبلغ من المال فيطلقها، يعني يبيع الطلاق بيعا، هذا ظلم رفعه الله عن المرأة. قال تعالى إمساك بمعروف أو تشريح بإحسان، إمساك بمعروف أو تشريح بإحسان، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قد يسوء عضل المرأة في حالة، يجوز عضل المرأة في حالة، وهي قوله تعالى إلا ليأتين بفاحشة مبينة. فإذا قدر من المرأة فاحشة بالقول، أن تكون بريئة اللسان على زوجها أو تنشد عنه، تمتنع من طاعته للنشوذ،
أو أشد من ذلك أن تفسد في أخلاقها وفي عرضها. هذا كله يدخل في الفاحشة البينة، بلاءة اللسان عليها وعلى أهله، امتناعها من حقه للنشوذ، فساد عرضها، وأن تكون متبذلة مع الرجال لا تصون نفسها. فهذه لزوجها الحق في أن يتأخر لطلاقها حتى تبذل، أو يبذل وليها أن يبذل لها له العوض لأجل أن يفارقها، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. والفاحشة ما تناهى قربه، أما إذا كان ذلك غير بين، شيء غير بين، فإنه متحمل، يعني يكون عندها أخلاق سيئة، تتكلم بعض الأحيان أو بعض المرات ليس ذلك من خلقها، تتمانع عن زوجها في بعض المرات، فهذا ليس بينا، هذه أمور قلما يسلم منها، إلا يأتينا بفاحشة مبينة. ثم قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف، يكون السلوك مع زوجته الأخلاق الحسنة بالتعامل الطيب، العفو عن أخطائها، هذا المعاشرة بالمعروف. عاشروهن بالمعروف مما يبقي الزوجية والمودة بين الزوجين. أما المعاشرة بما ينكر من الأخلاق أو من الأفعال أو من الأقوال، هذا لا يجوز مع المرأة مع الزوجة، حرام هذا. لا يقول هذه زوجتي وأنا حر فيها ويسيء التعامل معها، هذا لا يجوز، لا يكون العشرة إلا للمعروف. وعاشرون بالمعروف، قد يكون عند المرأة شيء من الأخلاق والتصرفات التي تغضب الزوج ويكرهها الزوج من أجلها، لكنها صالحة في نفسها وفي عرضها وفي دينها، لكن عندها شيء من التصرفات التي لا يرضاها الزوج. هذه الواجب على الزوج أن يقابلها التسامح والعفو، ولو كرهها، لو كره شيئا منها فلا يحمله ذلك على مفارقتها، لأنه قل من النساء من يسلم من بعض الأخلاق والتصرفات التي لا يرضاها الزوج، لكن يصبر. فإن كرهتموهن مع الإمساك كراهية شخصية نفسية، لا كراهية دينية، لا كراهية نفسية أو شخصية، يصبر عليها. إن كرهتموهن فمع هذا عاشروهن بالمعروف وأمسكوهن، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تمسك زوجتك وإن كانت
فيها بعض الأمور التي لا ترضاها وتكرهها لا تستعجل، أمسكها واصبر عليها، ربما يكون هذا يفضي إلى خير، شيء مكروه يفضي إلى خير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، ما دامت مؤمنة فلا يبغضها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها الخلق الآخر. فليست كل أخلاقها سيئة، فيها أخلاق طيبة، فلا يتحمل الخلق السيء بجانب الخلق الطيب، ويرجح جانب المصلحة على جانب المفسدة التي هي أقل، فيتحمل ويقبل. ليس هناك نساء مصافيات، لا بد في المرأة من شيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، يعني من ضلع آدم عليه السلام، خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها عوج، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها وفيها عوج. هذا بيان أنه لا يوجد امرأة صافية 100%، كل فيها شيء طبيعة المرأة كذا، لأنها خلقت من إعوجاج الضلع من آدم عليه السلام، فيها هذا الإعوجاج، وهذا عام للنساء، ما في امرأة تسلم منها، استمتعت بها وفيها عوج. وهنا يقول: عسى أن تكرهوا شيئا، يعني من أخلاقها، ويجعل الله فيه، أي في هذا الشيء الذي كرهتموه، خيرا كثيرا. ربما يأتي الله منها بولد صالح، ربما يأتي الله منها بولد صالح ينفع أباه وينفع المجتمع، ينفع المسلمين، أو ربما أنها تزول الكراهة ويحل محلها المودة، لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فما تزول هذه الكراهة، أو يأتي الله منها بولد صالح ينفعك وينفع المسلمين بعلمه وبماله وبجاهه وبخيره، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله على كل شيء قدير، ويعلم ما لا تعلمون، يعلم وأنتم لا تعلمون، اصبر على ما تكره منها تغليبا لجانب المصلحة لبقائها. ثم قال جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج، يعني إذا لم تصبر عليه، إذا كان فيها شيء تكرهه من أخلاقها وتصرفاتها ولا تقوى على الصبر عليها، وأردت أن تستبدلها بغيرها من زوجة أخرى، أنا لا مانع من ذلك، الطلاق آخر شيء، الطلاق هو آخر حل، لا مانع، طلقها،
لكن إذا طلقتها فلا تأخذ من صداقها شيئا، هذا ظلم. أعطها صداقها المقدم والمؤخر، لا تأكل منه شيئا، ولا تقل هذه فعلت وفعلت وأنا لا أعطيها أو آخذ منها الصداق، لا يجوز. هذا حقها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وآتوهن أجورهن بالمعروف، ومن الأجور صداق. فإذا لم تصلح لك طلقتها فلا تقل أنا دفعت مهرا كثيرا، ولو كان كثيرا لا تأخذ منه شيء. قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار مبلغ كبير من المال، فلا تأخذوا منه شيئا. شف شيئا يعني أي شيء، ولو دراهم يسيرة لا تأخذ شيئا، لا قليل ولا كثير. أعطها صداقها بالكامل ولو كان قنطارا من الذهب أو من الفضة، هذا أكثر شيء، هذا أكثر شيء، هذا حقها. وليس في هذا دليل على المغالاة بالمهور، ولكن هذا من ضرب المثل، هذا من ضرب المثل. وإلا فالسنة تخفيف المهور، السنة تخفيف المهور وعدم المبالغة فيها، لأن تخفيف المهور فيه تسهيل في سبيل الزواج، وفيه تخفيف عن الزوج، تشجيع على الزواج. غلاء المهور سبب لتعطل الزواج، تعطل النكاح، كثرة الأيام التي يبقين بدون أزواج بسبب غلاء المهور. فالشريعة جاءت بتيسير المهور. قد يكون المهر قبضة من الطعام، قد يكون درهما واحد، قد يكون حذاء، كل ما يتمول ويصرف للانتفاع يكون مهرا ولو كان قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: زوجتك أو أنكحتك بما معك من القرآن، يعلمها سور من القرآن، سور من القرآن يعلمها إياه، هذا مهر. المهر لا حد لأقله ولا حد لأكثره، ولكن السنة تخفيف المهور، عدم المبالغة فيها، كذلك تخفيف الولائم التي تقام بمناسبة الزواج، لأن بعض الناس يبالغ في الوليمة. الوليمة سنة، وليمة الزواج سنة، وهي من إعلان النكاح، ولكن لا يبالغ فيها. قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاب، ولو بشاب، الشاب الوحدة تكون وليمة، أو حتى بدون لحم. النبي صلى الله عليه وسلم في زواجاته ما كان يقدم لحوم، وإنما يقدم ما تيسر، قدم ما تيسر من الطعام الذي عنده ويستطيعه عليه الصلاة والسلام، فلا ضرر ولا ضرار. لأن بعض الناس يقول: أنا بعمل بالسنة ولا يجعل وليمة، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. بعض الناس يقول: بجعل وليمة وبأذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما وجدت، هذا خلاف السنة أيضا. فلا إفراط ولا تفريط، ولكن وسط، وخير الأمور أوساطها.
فلا يبالغ بكلف الزواج، وإنما يتوسط في هذا في المهر، في الوليمة، في الكسوة، في الذهب والحلي، يتوسط في هذا، ولا يحمل الزوج أحمالا كثيرة، وما كل الأزواج يستطيعون، وهذا فيه ضرر على الزوج وضرر على المجتمع وضرر على المرأة، والمجعل من هذا إكرام للمرأة، وهذا ضرر عليها. وخير الأمور أوساطها، وآتيتم إحداهن قنطارا أي مبلغا كبيرا من المال فلا تأخذوا منه شيئا، يعني ولو قلب، ادفعوا لها كاملا إلا إذا سمحت بشيء منه. أليس هذا من رفع الظلم عن المرأة؟ الإسلام جاء برفع الظلم عن المرأة، لكن المنافقون والعلمانيون والليبراليون يقولون لا، الإسلام ظلم المرأة حيث لم يجعل لها الحرية كالرجل، ويجعلها رجلا مع الرجال، ويجعلها لا تتقيد بأخلاق النساء، وإنما تخرج إلى المجتمع كأنها رجل. هذا ظلم للمرأة، وضع لها غير موضعها، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. إذا وضعت المرأة في غير موضعها فقد ظلمتها. فالعدل في المرأة أن تنزل منزلتها اللائقة بها، ولا أعدل من الإسلام، ولا أعدل من السنة والحمد لله، ولا أعدل من الشريعة، شريعة رب العالمين أحكم الحاكمين، هذا هو العدل. فلا تأخذوا منه شيئا، ثم إنه سبحانه شدد بهذا، شدد النهي بهذا، فقال أتأخذونه بهتانا، أتأخذونه، تأخذون المهر بهتانا، يعني كذبا، كذبا على المرأة، تزوجتها واستحللت فرجها وتأخذ المهر أو شيئا منه، هذا بهتان وظلم على المرأة، تأخذونه بهتانا، نعم، وإثما مبينا. الذي يأخذ من المرأة مهرها أو بعضه بغير رضاها هذا آثم، وليس إثما سهلا، إثما مبينا والعياذ بالله. هذه أمور فيها إنصاف المرأة في المجتمع ورفع الظلم عنها، وأمور الجاهلية إكرام المرأة وإعطاؤها حقها الشرعي في بقائها مع الزوج وفي حال مفارقة الزوج لها، يحسن إليها إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان، أتأخذونه يعني المهر أو شيئا منه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه؟ كرر سبحانه وتعالى الإنكار في أخذ الزوج شيئا من مال زوجته بغير رضاها، كرر الإنكار، فقال وكيف تأخذونه أي المهر، هذا خطاب للأزواج، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، دخلت بها وخلوت بها واستحللتها أو جامعتها، أفضى بعضكم إلى بعض، خلى بها، الإفضاء هو خلوة الشيء بالشيء،
والمرأة على دليل على أن المرأة في صيانة وفي عزة ولا يخلو بها إلا زوجها، ما يخلو بها إلا زوجها أو محرمها. ولهذا جاء في الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. خلوة بالمرأة الأجنبية حرام لأنه عرضة للفاحشة، حضور الشيطان، يحضر الشيطان عند الرجل والمرأة فيغري بعضهما ببعض تقع الفاحشة. فلا يفضي إلى المرأة إلا زوجها ولا يخلو بها إلا زوجها أو محرمها للحاج. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمص يعني قريب الزوج، أنا قريب الزوج يخالف أهل البيت، أرأيت الحمو ما شأنه؟ قال الحمو الموت، يعني أن خطره أشد من خطر غير القريب، والشيطان يحضر مع الحمو ومع غيره، فلا يحلو بامرأة لا تحل له سواء كان من أقارب الزوج أو من غيره. بعض الجهال يقول لا أقارب الزوج ما في بس، تصافح قريب الزوج، تكشف وجهه عنده، تخلو به، تسافر معه أقارب الزوج، هذا حرام لا يجوز. الشيطان حاضر معه ومع غيره، فلا يتساهل في أقارب الزوج دون غيره. فقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضل الزوج إلى الزوجة، قد يكون بدون لباس، أفضل إليها بدون لباس، لأن الله أباح له ذلك، زوجته حلال له، بعد هذا يأخذ المهر، يسترجع المهر بعد ما أفضل إليها واستحل منها ما حرم الله على غيره. هذا يليق بالمؤمن، يليق بالرجل الذي فيه شهامة ومرور، سبحان الله كيف تأخذونه؟ قد أفضى بعضكم إلى بعض. أما إذا حصل الفراق قبل الدخول، إذا حصل الفراق قبل الدخول فللزوج نصف المهر يسترجع، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يعني صدق فنصف ما فرضتم. أما إذا خلا بها تقرر لها المهر كاملا، لا يجوز له أن يسترجع شيئا منه، فقد أفضى بعضكم إلى بعض. ثم قال وأخذنا منكم أي النساء ميثاقا غليظا وهو عقد النكاح، أنت عقدت عليها بكلمة الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفة لحجة الوداع استوصوا على النساء، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني محبوسات عوان عندكم، أخذتموها بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بالعقد، العقد الصادر من الولي والزوج، الإيجاب والقبول، هذا الذي أباح لك العقد، وهو ميثاق عهد، عهد لا تخن هذا العهد. أخذنا منكم ميثاقا، وليس ميثاقا عاديا بل ميثاق غليظ، يكفيك أن الله أحل به لك ما لم يحل بغيرك. وأخذنا منكم يعني النساء ميثاقا غليظا بالعقد الذي هو كلمة الله جل وعلا التي استبحت بها فرجها، فكيف تأخذ شيئا من مهرها؟
بغير رضاها وقبلتها، هذا كله تنذير للزوج أن يأخذ شيئا من صداق زوجته إلا ما سمحت به نفسها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة يقول سماحة الشيخ، هل يوجد أوقات كراهة للصلاة في المسجد الحرام؟ كان أصلي النوافل بعد صلاة العصر. عموم الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، لا صلاة عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول. الحديث عام في المسجد الحرام وفي غيره، ما جاء ما يخصص المسجد الحرام دون غيره من المساجد. نعم. يقول شرع الركض والهرولة بين العلمين الأخضرين في المسعى امتثالا لهاجر، فجاء الشرع ومنع المرأة وسنه للرجل، فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك والله أعلم أن المرأة ضعيفة، ما تتحمل السعي الشديد، فلذلك الله جل وعلا خفف عنها، والمرأة كفف عنها كثير من الأحكام، ومنها هذا رحمة بها. نعم. هذا السائل يقول كان نصرانيا واعتنق الإسلام ولله الحمد، وهاجر من بلاد الكفر فرجت إلى بلاد الإسلام هنا في المملكة، وترك الزوج والأولاد في فرجت، ويقول ليس بإمكاني استقدامهم إلى المملكة حسب الأنظمة، فماذا أفعل وبماذا تنصحونني؟ أولا حاول استقدامهما عند المسؤولين، ونرجو أن الله يسر الأمر باستقدامهما. ثانيا إذا لم يمكن استقدامهما أو تأخر استقدامهما، تسافر إليهما بين الليلة والأخرى للنظر في مصالحهم وقضاء حوائجهم، تسافر إليهم بعد ما بين الليلة والأخرى، وأيضا الاتصال بهم هاتفيا أو الجوال أو الاتصال اليوم ميسر، تتعرف على أحوالهم وعلى مطالبهم وعلى هذا، يسهل عليك هذا الأمر بإذن الله. نعم. هذا السائل يقول إذا طلبت المرأة الطلاق هل من حقها المهر كاملا إذا كان قبل الدخول أو بعده؟ نعم، إلا إذا شرط عليها، إذا شرط عليها العوض قلت لا أطلق إلا بعوض، إذا شرط عليها وهي التي طلبت الفراق وأنت تريدها ترغب فيها، فشرطت بل العوض لأجل أن تطلقها فلا مانع من ذلك، فلا جناح عليهما فيما إن خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يجي أن تطلق أو تخالع. نعم. يقول وقع لي حادث مروري بسيارتي، وقررت شركة التأمين أن تدفع لي مبلغ 60,000 ريال، وكلفني إصلاح السيارة 30,000 ريال،
فماذا أعمل لباقي المبلغ؟ هل هو حلال لي؟ كل المبلغ حرام عليك، كل المبلغ، لأنه من أموال الناس، ما هو من مال الشركة، أنا من مال الناس مجموع، من أموال الناس المساهمين، فهو ظلم. التأمين حرام، التأمين تجاري حرام، لا يجوز لا على السيارات ولا على الأشخاص ولا على الأموال. هذا نظام أرضي ما هو من أنظمة الإسلام، ولا يجوز التأمين. فطالب بإصلاح سيارتك من الذي ضربها وجنى عليها، فإذا لم يمكن أصلحها من مالك أنت. نعم. هل يجوز لأحد أن يقول لمن قدم إليه معروفا ويريد شكره أن يقول لك كل الشكر؟ اشكره على قدر معروفه، اشكره على قدر معروفه، يعني اشكر لي ولوالديك. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكره على قدر معروفه. نعم. تقول تزوجت وتعيش معي ومع زوجتي في نفس البيت اختي التي عندها مرض الجنون، وزوجتي تريد حلا شرعيا لهذه المشكله واحيانا تطلب مني الطلاق، فلماذا توجهونني؟ اعانك الله على ذلك، وهذه مصيبه بلا شك، عليك بالصبر وضابط اختك عن الإساءة إلى زوجتك، حاول ضبطها وأقنع زوجتك بالصبر عليها، ولا حيلة لك إلا هذا، الصبر وضبط أختك عن الإساءة والتعدي، وإقناع زوجتك وترغيبها في الأجر والثواب في ذلك. نعم. تقول سماحة الشيخ، هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم دعوة لا ترد عند فطره؟ نعم ورد هذا، لكن الحديث لم يصل إلى درجة الصحة، الله أعلم. نعم. تقول هل يجوز للمرأة أن تتصرف في أموالها بدون إذن زوجها؟ هذا محل خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه لا مانع لها أن تتصرف في مالها الخاص بها ولو لم يرضى زوجها، ومن العلماء من ذهب إلى أنه لا بد من رضا زوجها في ذلك. وعلى كل حال من المصلحة أنها تستشير زوجها في ذلك لأجل حسن العشرة والبقاء الزوجية. نعم. تقول نشهد الله على محبتكم فيه، ما قولكم في من يقول لأن دراسة العقيدة في هذا الزمان لا بد أن تقتصر على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والعلمانية، لأن ذلك هو المنتشر في هذا الزمان، ويستدل لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها كانت خاصة في توحيد الألوهية حيث كان منتشرا في زمانه شرك الألوهية. يا أخي تحكيم ما أنزل الله داخل في توحيد الألوهية، داخل في توحيد الألوهية، تحكيم الشريعة عبادة لله عز وجل، هو داخل، لا أنه هو كل التوحيد ولكنه بعض التوحيد. وأعظم ما يقع الآن الشرك، ليه هذا يتجه إلى إنكار الحكم بغير ما أنزل الله وينسى القبورية وعبادة غير الله وعبادة الأضرحة والطواغيت؟ ليه ينسى هذا ويترك ويركز على الحكم بما أنزل؟ حتى لو حكم بالشريعة ولم يمنع الشرك لم ينفعه هذا، لم ينفعه هذا. نعم. تقول هل يعذر بالجهل في كل مسائل العقيدة أم أن هناك مسائل عقدية لا يعذر فيها بالجهل؟ ونرجو بيان الضوابط في هذا الباب. الجهل على قسمين، جهل يعذر به وجهل لا يعذر به.
الجهل الذي لا يعذر به في الأمور الظاهرة مثل الشرك والكفر والسحر وقتل الناس بالإلحاق الربا الزنا الأمور ظاهرة من أنكرها كفر لأنها ظاهرة في القرآن والسنة واضحة. أما الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا العلماء فهذه يعذر فيها بالجهل حتى يسأل أهل العلم بين له هذا. نعم. تقول سماحة الشيخ ذكرتم حكم التأمين. نعم. ذكرتم حكم التأمين. ماذا نفعل إذا كان التأمين شرطا في استخراج الرخصة رخصة القيادة وكذلك في امتلاك السيارة؟ ادفعه على أنه غريبة، على أنه غريبة، لا تدفعه على أنه تأمين، ادفعه على أنه غريبة لتحصل على حاجتك فقط ولا تنتفع منه بشيء. نعم. هل يجوز الاستفادة من الجوائز التي يحصل عليها الشخص لمجرد أنه دخل في مسابقة أو اشترك في صحيفة؟ المسابقات التي فيها أموال لا تجوز، الأصل تحريم أموال الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل في أموال الناس التحريم إلا ما كان في معاملة مشروعة أو في طيبة نفس من صاحب المال. والجوائز لا يجوز أخذ المال عليها إلا في ثلاث مسائل جاءت في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا سبق، والسبق هو الجائزة، لا سبق إلا في ثلاث، في نصل، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني بذلك التسابق في الرمي هذا النصل، أو خف يعني على الإبل سباق على الإبل، أو حافر يعني سباق على الخيل، لأن هذه الأمور الثلاثة من وسائل الجهاد، ففي التدرب عليها تعلم لوسائل الجهاد في سبيل الله، فلا بأس بأخذ الجوائز في هذه الأمور الثلاثة. ألحق بها بعض العلماء ما كان من مسائل العلم الشرعي، أخذ الجوائز على العلم الشرعي، المسابقة في العلم الشرعي، لأن هذا يدخل الجهاد في سبيل الله. نعم. تقول السائلة زوجها قبل وفاته قال لها أمانة إذا زوجت الأولاد ألبسيهم لباسا واحدا، وعند زواجهم كانت غير قادرة على ذلك، فما الحكم؟ أول شيء قولها أمانة هذا لا يجوز، هذا حالف لغير الله، هذا جاء النهي عن الحالف للأمانة، قولها أمانة هذا لا يجوز لأنه حالف لغير الله. ثانيا لا يلزم هذا الشيء، هذا الشيء لا يلزم، وإنما اللباس على حسب الاستطاعة ولا يلزم هذا الشيء. نعم. يقول ما حكم من يستدل لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج على أنه يجوز الطلاق واستبدال المرأة الأخرى ولو بدون سبب؟ الطلاق إذا كان لغير سبب فإنه يكره، لأن المطلوب بقاء الزوجية والعشرة، هذا من أمر به الشارع، إمساك الزوجة والصبر على ما يحصل منها من سوء الخلق كما سمعتم، فإذا كان لغير سبب فإنه يكره الطلاق، فإذا كان لسبب فإنه يباح، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كان الله واسعا حكيما، ولا يباح عند الحاجة ويكره عند عدمها، ويحرم إذا كان طلاقا بدعيا، يحرم الطلاق البدعي ثلاث لفظ واحد
أو الطلاق في حيض أو الطلاق في النفاس هذا يحرم. الطلاق تارة يحرم وتارة يكره وتارة يباح. نعم. سؤال كلمة أمانة، يقول القصد منها تحميل الزوج أمانة وليس الحلم. لا هذا حلم، لأنهم يعني متداولين أن الحلم بالأمانة حتى من وقت الجاهلية هم يحلفون بالأمانة، ولهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث من حلف بالأمانة فليس منا. نعم. إذا طالبتني زوجة الطلاق عدة مرات وأنا أرفض، هل هذا من الظلم؟ نعم. إذا طالبتني الزوجة بالطلاق مرات عديدة وأنا أرفض، هل هذا من الظلم؟ وهل إذا تزوجت سرا دون علم زوجتي علي شيء؟ إذا طلبت منك الطلاق لسبب لأنك مقصر في حقها أو لم تكن في حقها أو أنت ظالم لها، فهنا يجب إزالة الضرر، إما أن تعتذر وإما أن تطلق، تكون بمعروف أو تسريح بإحسان. أما إذا كان طلب الطلاق من غير سبب فلا يجوز لها هذا. أيما امرأة في الحديث الصحيح، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وعيد شديد، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من غير سبب. نعم. يقول سماحة الشيخ، ما حكم زواج المسيار؟ هل هو جائز شرعا؟ وهل تنصحون به طالب العلم؟ والله ما ننصح به، ننصح بعدمه، لكن ما نقول ان حرام اذا توفرت الشروط والواجبات الزواج، يعني يكون بعقد صحيح من ولي ومن زوج او وكيل عن الزوج او وكيل عن الزوجة عن ولي الزوجة وتوافرت شروط النكاح فهو عقد صحيح من حيث العقد، لكن ليس فيه مصالح الزواج، فالأولاد ليسوا عند الوالد، يكون مع الزوجة، الزوجة لا تكون في بيت الزوج، تكون حرة طليقة تذهب إلى أين شاءت وإلى، والزوج ما يجد زوجة في بيته ولا يجد أولاد في بيته، إنما هذا مثل البهائم التي تتوالد وكل واحد ما يعرف الثاني، هذا ما هو من المصلحة، لكن ما نقول إنه حرام، لكن نقول ما فيه فائدة، تركه والابتعاد عنه لا شك أنه أسلم وأحسن. نعم. تقول ما حكم المسح على الوجه بعد كل دعاء؟ لا أصل لهذا، لم يثبت حديث بالمسح على الوجه بعد الدعاء، فيترك هذا الشيء. نعم. الجنين إذا لم يتجاوز 6 أشهر وسقط هل يعق عنه؟ نعم، إذا نفخت فيه الروح تحرك في بطن أمه ومات، سواء مات بعد ما ولدته أو مات وهو في بطن أمه، يستحب أن يعق عنه، لأنه نفخت فيه الروح صار حيا ثم مات بعد ذلك. نعم. هناك قول منتشر بين بعض الناس وهو أن طواف التطوع بدعة، ما هو الصحيح؟ الله جل وعلا قال وليطوروا بالبيت العتيق، وليطوروا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، قدم الطائفين على المصلين وعلى العاكفين، لأن الطواف خاص بالبيت، أما الاعتكاف والصلاة يجوزان في كل مكان من الأرض، لكن الطواف لا يجوز إلا بالبيت، لذلك خاص قدمه على الاعتكاف وعلى الصلاة. الطواف مشروع، طواف التطوع والطواف الواجب، هذا مشروع بنص الآية، الآيتين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مدة مقام في مكة قبل الهجرة، كان يدخل هو وأصحابه ويطوفون بالبيت، ما
من غير حج ولا عمرة يخرجون ويطوفون بالبيت والمشركون ينظرون إليهم من غير حج ولا عمرة. نعم. لكن هذا ما يدري كل شيء ما يعرفه يقول هذا بالحج. نعم. ما حكم الزواج سرا دون علم الزوجة الأولى؟ نعم. الزواج سرا دون علم الزوجة الأولى هل ما له علاقة؟ الزوجة ما له علاقة أن تمنع زوجها أو يشترط أن تعلم، ما يشترط هذا. المهم العدل، يعدل بين الزوجات، هذا هو المطلوب، علمت أو لم تعلم. نعم. يقول في مسجدنا الجامع لا سترة بين الرجال والنساء، هل في ذلك شيء؟ إذا كانت النساء على حدة في صفوف خاصة لا مانع، لو ما بينهم سترة بينها وبين الرجال. ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى ما ذكر بينهم سترة، لكن صفوف النساء متأخرة عن صفوف الرجال، قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فدل على أن النساء لهم صفوف خاصة لا يختلطن مع الرجال ويكون خلف الرجال، وإن وجدت السترة فلا مانع، ما وجدت ما هي لازم. نعم. لكن على النساء أن تتستر، أن تتستر وتتحفظ عند خروجها إلى المسجد ووجودها في المسجد. نعم. هل يجوز للأخ أن يدفع كامل زكاة ماله لأخيه الفقير الذي يريد أن يتزوج؟ لا مانع، إذا كان أخوه فقيرا ولا يستطيع الزواج فله أن يدفع ما يزوجه ولو جميع الزكاة، لا مانع. نعم. يقول من أغواه الشيطان واختلى بامرأة أجنبية وحصل بينهما التقاء دون جماع، فهل يعتبر ذلك يحتاج إلى حد كحد الزنا أم يكفيه الاستغفار؟ يكفيه التوبة والاستغفار، محافظة على الصلاة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، الرسول لم يجيبه حتى نزل عليه قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل يا رسول الله هذه الآية لي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، فالذي يحافظ على الفرائض يكفر الله بها الذنوب الصغائر، والحمد لله. نعم. ما حكم العمل في دوائر الضرائب والجمارك؟ على كل حال المجالات كثيرة ولله الحمد، يطلب الرزق في غيرها. نعم. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب عليه طواف وداع، إنما هذا خاص بالحج. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطواف الوداع إلا للحجاج، ولم يأمر المعتمرين، لكن من طاف زيادة في الخير هذا شيء طيب. نعم. وما حكم من أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يعتمر عمرة أخرى عن أحد أقربائه أو والديه من الأموات والأحياء؟ الأحياء لا، ما ينوب عنهم لا الحج ولا عمرة إلا الفريضة، إذا عجز عنها، عجز عن القدوم للحج أو العمرة عجزا مستمرا لا يستطيع يحج عنه ويعتمر عنه. أما الحي القوي القادر هذا لم يرد أنه يناد عنه بالحج والعمرة، وإنما يأتي هو أنه قوي قادر على هذا. نعم. هل يجوز أن أطوف حول الكعبة وأعرض ثواب طوافي لوالدي أو والدتي؟ لم يرد هذا، ولكن تطوف في نفسك وتدعو، تدعو لوالدك وقاربك جميع المسلمين وأن تطوف أثناء الطواف تدعو لمن أراد. نعم. قبل 20 سنة توفيت والدتي في حادث سير مروري وأخذنا عوضا من شركة التأمين، ماذا نفعل الآن؟ والله ما أنا أقول مال التأمين حرام، لكن
يطالبون الجاني لأنه واجب على الجاني أو على عاقلته، على خطأ على عاقلته، يطالبون الجاني أو عاقلته. الله أكبر.